صباح الخير ولا مساء الخير عليكم يا جماعه. اليوم نبدا بليبيزود تاعي الاول تاع دي زاد يوتيوب بيرسوناليتي بشخصيه تعرفوها معروفه. دي زاد يوتيوب كامل يعرفها ولي ريزو سوسيو الجيريان كامل يعرفوها دركا، اللي هو شخص تاع امير بوخرس الياس امير دي زاد، معروف سو البسودو امير دي زاد. الوغ هذا امير، هذا شكون هو امير دي زاد؟ يعني باش نبريزونتيه لكم، هو تقدر تسميه كما بلوغر، ان اكتيفيست بوليتيك، ان سيبر اكتيفيست، باسكو هو ياكتيفي بزاف في لي ريزو سوسيو، ومعروف يعني تعرف بقضية لي سكوندال، يعني اللي خرجها مع زعما المسؤولين ولاد المسؤولين، زعما يخرج سكوندال فينونسي ولا سكوندال دو مارس، يعني فينونسي تاع الدراهم ولا دو مارس، يعني هاي هاو الاخرى المراه هذيك مع الاخر المسؤول المدير ولا ما نعرف واش، وبنت فلان دارت هكا مع صاحبها اللي هي هو اتسيتيرا. دونك لا كولتور هادي تاع لي سكوندال هادي يعني غريبه على المجتمع الجزائري، لا كولتور تاع ننشر لي سكوندال تاع الناس هادي حاجه انجلو ساكسون هادي، تيست بوكو بلوس عن لي امريكان. كم تشوفوا باغ اكزومبل لا كامبان بين ترامب وبايدن دركا، ولا كامبان بين ترامب وكلينتون، ضرب حاجه خشينه كما يقولوا، ضرب خشين. عندنا حنا في الجزائر هادي كولتور غريبه علينا، يعني اوبجيكتيفمون كيما يعني قالت لي سكوندال، حنا بوكو بلوس عندنا عقليه تاع الحشمه تاع السطره تاع حاجه تبقى زيدنا في دقيقنا كو قضيه تاع روحهم شر كلش. هادي نوضحها هادي، واميل دي زاد هذا راه قريب من الموفمون رشاد، اللي هو دونك هو من جهه باباراتزي ومن جهه قريب من الموفمون رشاد. لي زيطوط اصلا قال عليه باللي حسب فتوى تاع سيدو هو هذاك المطيري، اللي قالهم باللي معليش تنشر فضائح مادام زعما سرقين اموال الشعب، زعما انشر فضائح معليش، زعما زعما هذا منطق تاعهم كيما كيمشي. زعما شغل هو لو كان جا ولد مسؤول هو ما يستفادش من باباه، زعما كون جا ولد مسؤول هو ما يستفادش، يقول لا ما يستفادش، يعطاك المسؤول وزيد اعطينا الدليل على المسؤول وشرح لنا حنا، تقول لي يعني دي ميثود هذوما دوك نرجع لها دوك نهضروا فيها. بصح دايمير دي زاد عايش في عايش في المانيا وفي فرنسا، وكاين اللي يقولوا بلي راح لانجلتير دركا. وحاجه تحيرني تاني مع الفئة هذه تاع المعارضين هذوما تاع البرا، هادي اون جينيرال باش نكون من الاخر، كي نشوف واحد يعارض من برا اون جينيرال نشم ريحة التونة. انا شخصيا طبيعي كيما هكا، اذا حاب تعارض اهبط للبلاد من الاخر، اذا حاب تعارض عارض في البلاد، باسكو البلاد ماهيش في حرب، يعني مهما قول واش تحب ماهيش في حرب، وقول واش تحب تاني ما تريسكيش الموت، تنريسكو با حياتك. سيتادير في الجزائر قانون الاعدام مجمد، اسمه مش حيحكم عليك بالاعدام، ومام لي حكم عليهم بالحبس و بير دي كا عامين ثلاثة خمسة جو سي با، انا حبس 10 سنين حبس و بير دي كا. زعما وهذا هو النضال، يعني النضال بالنسبة لواحد يقول لك نطيح نظام ونطيح زعما ندير لا ريفولوسيون، اذا حاب دير لا ريفولوسيون وخايف من الضرب ولا خايف من الحبس، غير معناتها لا ريفولوسيون تاعك ما تسواش كوكاوة كما يقولوا. يعني اذا حاب دير لا ريفولوسيون بلا ما تريسكي، ولا حاب دير النضال جينيرال بلا ما تريسكي، هنا ما يسوى والو النضال تاعك. وانا شخصيا يعني نريسكي نوعا ما، راني عايش في الجزائر، قادر تجيني متابعة قضائية، قادر يشوفني واحد في طريق يتعدى عليا، قادر يهدوني زعما في الميساج بون دي تهديد ولا سبال في الميساج، مش مفوت نفوتها ديريكت، ما نقراش اصلا لي كومونتير. يعني فيسبوك بالنسبه لي انا ولا اليوتيوب ولا ماهوش بلاتفورم تاع ديبا، هذه باش نسهلها لكم. دونك لي جايين يطيحوا في الكومونتير تدخل من تخرج من، بصح في لافي ريال كاين ناس يقدروا يعرفوك. بصح هذا اللي عارض من برا هذا وشي ريسكي، وشي ريسكي زعما مي ريسكي والو براتيكمون، مام العقليه دي اللي كانت كاينه بكري في الجزائر تاع يختالوا معارضين من برا راحت، هذه ما بقاتش تكزيست اليوم. دونك واحد يعارض من برا ديجا بالنسبه لي انا سي تان لاش جبان، باسكو ما تريسكي والو، ومهما كان اون بلوس دو سا يخدم مع جهات اجنبيه، دي سون كوبير و سي سور يخدم مع جهات اجنبيه، كيما بزاف شخصيات يعني يتعاملوا مع جهات اجنبيه لي زون جي، وكيما الكرامه مع رشاد، ولا جماعه يتعاملوا مع الانات تاع الامريكان، ولا لقطات كيما هادو. اللقطات هادوما هادو ديريكت كولانيك ديريكت، هذا بلا ما نشوف زعما واش تهضر ديريكت راك مديسكاليفي ديريكت. ديجا عايش في الخارج كيما قلنا، عايش في الخارج وتستفاد من الخارج وتاكل من الخارج، وفرنسا بالتحديد يتحيرني، عايش في فرنسا ويقول لك النظام تاعنا عميل تاع فرنسا، هذه يتحيرني. اذا زعما النظام عميل تاع فرنسا وهذه ما كاش منها، تقول النظام الجزائري عميل تاع فرنسا ولا الدوله الجزائريه، ما نقولوش النظام، باسكو النظام هذه كلمه استعملوها ياسر ما بقاتش عندها معنى، نقولوا الدوله الجزائريه تحت السلطه تاع فرنسا دي ما كاش منها، وبدليل من مليار دليل نعطيكم دليل واحد،
هو أن الجزائر، الجيش الجزائري، الجيش الوطني الشعبي لا يستورد ولا رصاصة واحدة من فرنسا. هذه تكفي، هذه تكفي تنفي الهضرة تاعكم كاملة. صح، هذا ماهوش السوري تاعنا. دونك كيما قلت لكم، اللي عارض من برا ديريكت نشم فيه نت نحتنتونا، واللي يخدم مع جهات أجنبية هذا ديريكت مديسكاليفي ديريكت، ما كاش ما سمعلوش نهائيا. كيفاه انا عايش في البلاد زعما انا نفضل وانا حراكي، وانا مانيش حراكي، نفترض وانا حراكي، كيفاه نتبع واحد عايش في الخارج يحرضني انا؟ واش نريسكي اذا راني كبير في اللاج؟ هاني زعما نضيع لافان تاع حياتي، نضيع فيها، يبكيو عليا والديا، يبكي عليا ما بليش انا، مرتي تقدر تبكي عليا، ما نعرف كيفاه، ما ندير مشاكل روحي اون فان في ندير مشاكل روحي. واذا انا صغير زعما لاحق 18 19 عام داخل ايتوديون زعما، اذا انت راك ايتوديون تخسر لافنير تاعك باسكو يخمجوا لك الدوسي جوديسيال تاعك، كي تكمل القرايه يدير لك مشاكل داخل القرايه، قادر يدير لك مشاكل. اذا يعني وبلا ما نقولوا اذا حكموك ودخلوك الحبس يبكيوا عليك والديك، يبكي امك تبكي عليك وخلاطه هذيك. دونك هادو اللي يجروا عليكم بالخارج ديريكت مامون نقولوا انت اهبط انت للبلاد. كيف كيف كيما هذاك بار اكزومبل اللي يفتي يقول لهم راحوا جهاد هذوك تاع الارهاب هذوك زعما يفتي الجهاد وهو ما يروحش هو، كيف كيف هذا يبعث الناس وكاسبي بدا ما كان. دونك هذه وحده دي مادامك عايش في الخارج وتعارض من الخارج وتخدم مع منظمات اجنبيه هناك مديسكالي في دوفيس عندي لا ودوك اون بليس دو سا جاي تحيل ثاني. هو ناس هذه بون هذه الجهل يعني وتبرديع شويه، ناس يكومباروه مع طوبلو الناس، ومع طوبلو الناس سي با ما طاس دو تي ماهوش نموذج بالنسبه ليا. بصح هو ناس يكومباروه مع طوبلو الناس زعما باش يريكوبيري القبائل زعما يلعب على في بديكة تاع مع طوبلو الناس تمازيغ ازول فلاون لا فيبر هذيك. وهو مع طوبلو الناس هو وصاحبو زيطوط هذاك، هاي باينه لا علاقه مع طوبلو سورتو زيطوط صاحبو هذاك. زيطوط ما يهضر على الاستئصاليين ويهضر على كان يهضر على البربريست، واسمع واش كان يهضر على البربريست من قبل الاستئصاليين وكل شيء وناس اللي كونتر الاسلاميين والاسلام ومنا. هما طبلوا الناس سي ان انتي عرب انتي باتيكوم انتي عرب برسك انتي اسلام ولا انتي اسلاميست يعني بور يعني ما كاش واحد استئصالي كيفو يعني يريكوبيري في الصوره تاعو باسكو عنده شعبيه في القبائل يعني. بصح بون هذا إميل ديزاد كي كومبار بيه مع طوبلو الناس ديما كان عايش في الجزائر، ما كانش عايش في فرنسا، كان عايش في الجزائر، وكي مات في الجزائر، وقلت له إرهابي تاع الجيات بناو لاطونطا، وهذا مش موضوع تاعنا شكون مقتل مع طوبلو الناس، لكن عايش في الجزائر ومات هنا، ربي يرحمه على كل حال، ميم سي بون مع طوبلو الناس عندي دي كريتيك عليه بصح ماهوش السوجي تاعنا. بصح هذا إميل ديزاد لا ناس يكومباريوه بيه، راكم هذا إميل ديزاد يضر مع الإخوان المسلمين، سيتادير مؤتمر الأمة. الارهاب العالمي هذيك لا سفير الخلاطه هذه كامله، والاخر معطوب بربريست علماني يعني راديكال يعني ما كانش. دونك ناس يديروا المقاربه هذه هذا غباء يعني هذا جاهل يعني. و بون هذه الفرفاره كي تطلع لك الفرفاره سي نورمال تولي تهضر نيمبورت كوا يعني. ونجيكم درك على لي ميثود تاع ميل ديزير، قلت لكم سي دي ميثود دو فوايو هذوما يعني. وصل حتى يدير سيت بورنو تاع ولاد المسؤولين ولا تاع مسؤولين ولا تاع ما نعرف كيف تخلص باش تدخل. هذه سي دي ميثود فوايو هذه تمناسي ودير شونتاج للناس ودير يعني. المشكله سي كوا اذا عندك مشكل مع مسؤول يا خويا واش راح لنا في ولادو؟ واش راح لنا فيهم يعني؟ واش راح ما كفاش برك واش راح لنا في ولادو؟ وديجا جيب الادله، جيب الأدلة عليه صح، ماشي زعما تقول لي هاي ويعرف فلان وعنده تما، لا جيب لنا الأدلة واتاكيه وما تاتاكيش لا مرته ولا ولادو. وان بليس دو سا يعني لي ميثود دو فوايو هذوما يعني وعلاه تكشف يعني لي زافير بيرسونيل؟ احكي على لي زافير بوليتيك وفينونسيير اهدر، بصح لازم يكون عندك مستوى. ما عندوش مستوى ميل ديزاد يعني، واحد واش من مستوى عندك مادامك تهدر على يعني بنت جينيرال راحت شرات سوتيان في لي شانز اليزي ولا عند جان بول غوتيه؟ واش راح لنا فيها اصلا؟ راح شد دي بوت عند جان بول غوتيه ولا حتى ما نعرف وين انا واش دارت يعني. شغل لونديري عباليش انا شغل هذه هي لافير تاع ليطا، هذه هي شغل قص المجتمع. كي شرات عند جان بول غوتيه طفله هذيك بنت الوزير سي بون تما ديك هي الازمه تاع المجتمع ديك هي. هذه شعبويه وهذه غوغائيه
وهذه هي تتعدى على الناس مباشره، تتعدى على الاشخاص. حكينا على الشخصيه السياسيه، حطينا على القرار السياسي تاع هذاك المسؤول ولا الوالي ولا هنا نكونوا معاك، عطينا بروف بلي هو فاسد ماليا ولا فاسد سياسيا، اخويا نكونوا معاك. انا ما عنديش مشكل اللي عندك بروف كونترول يتحاسب بصح بلي ميثود دوما، بلي ميثود دوما اكم انتم راكم تساعدوا في السلطه باسكو مكتبينوا بلي واش هي يعني اذا النظام هذاك تهضر عليه ما يصلحش، هاو البديل عليه، ها هو يكشف لا في بريفي تاع الناس، باباراتزي كيما يقولوا. هذه هي اللي سميتو امير دي زاد الباباراتزي تاع لا بوليتيك دي زاد، هذا هو هذو الميثود دو تاع يدير. وصراحه تاع يدير سيت بورنو تدخل باش تخلص باش هبال، هذا هبال. والناس يحكموا سيريو حاطينو زعما موناض وحاطينو والله سي غراف، والله غير سي غراف هذه يعني رحنا بعيد. مي بون هذا كيما يقول لك هذا واش حلبة المعزة يعني سي دي ميل دي زابس بالي انا سي ان كونسيكونس، كونسيكونس تاع فشل المعارضة السياسية باش تبني بديل على السلطة، هذه على الاساس هذا هو. وتاني فشل تاني الاعلام الجزائري تاني يعني على العموم يعني باسكو مادام الناس توصل تامن الاشاعات وتوصل تامن جوستما ميل دي زاد يحب يحكي على لي سكري ديتا جابوني من عبلة، شوف النيفو تاعو تاني عنطر عبلة، شوف هذا هو المستوى تاعو. وناس والله العظيم زعما يلعب يجبد لي سكري ديتا زعما شغل هما من عبلة ما بين قوسين يبعثوا لك الدوسي زعما شغل ميل دي زاد يبعثوا الدواسا وسوفون يطيحوا غالطين اصلا. ونفكركم باغ اكزومبل ايميل دي زاد وصاحبو زيتوتو جماعه ما كانوش يقولوا لنا باللي ميهوبي هو الرايس، باللي سي بون ديزينيو ميهوبي ريغلاو حيولي هو الرايس، ما صرات ما صراتش. دونك سا بروف باللي خروطو، سا بروف باللي كانوا يتعزوا بينا لما كان يلعبوا يقول لك وصلنا للسكر ديتا وداروا حيديروا حينحيوا فلان يحطوا فلان يطيحوا فلان يهبطوا فلان يطلعوا فلان. خلطي لا بلوبار دي طون طيح بيدون، طيح بيدوناج يعني كما قلت لكم لي بو يعرفوا لي سكري ديتا ويعرفوا روحوا تلعبوا على روحكم. دونك الاعلام الجزائري هذا والصحافه الجزائريه يعني لي ميثود و لا كومونيكاسيون انستيتيوشنيل ضعيفه يعني وضعف تاع وضعف هذا كما يقول لك لا ناتور اور دو فيد. استغلوا الناس كما ميل دي زاد، ميل دي زاد يدخل زعما يلعب يقول لك يكشف المفسدين ويحارب الفساد ويكشف زعما المسطور وما عرف كيفاه ويعرف اسرار الدوله ويعرف كما يقولوا بكل صغيره وكبير يبعثوهم له وعنده الشجاعه باش ينشرها وما عرف كيفاه. الارك هما من داخل لي سيرفيس يبعثوا له باش يطاكيو بعضهم سي سور، في بعضهم يطاكيو يستعملوه هو كوم فيكتور ويبعثوا له سوفون ديزانفو غالطين اصلا. دونك هذا هو النيفو يعني هذا هو القماش. دونك بالنسبه لي انا ميل دي زاد ده بالنسبه لينا هو ضحيه تاع المجتمع قبل يعني بالنسبه لينا هو كما قلت نقول دركا نتيجه تاع ضعف المعارضه السياسيه باش دير بديل. باسكو لا وعلاه يعني الناس وصلوا يتبعوا ايميل دي زاد يعني واش داكم هما واش من عايش معاك في نفس البلاد واش داكم تبعوا فيه شغل لونديري هادي يعني واش حيجيب لك ايميل دي زاد واش حتربح منه واش بروبوزالك بروبوزالك زعما قال خريطه طريق ولا برنامج زعما ما عمليش واش ولا تبع ولا الهيكلة زعما باش يخرجك من الأزمة ولا باش تا كيفاه زعما انت ما عندكش خدمة تولي تلقاك عندك خدمة ولا كيفاه زعما انت حاب دير زعما تحب ديفلوبي لونتربريز تاعك كيفاه تبني روحك كيفاه ما عباليش انا كيفاه زعما كيفاه نطلعوا النيفو تاع القراية كيفاه نعدلوا المشاكل تاع السبيطارات تاع الإدارة التسيير الإداري المشاكل هذي كاملة جامي ما يهضر عليها. يروح لك ديما ها ولد فلان هاي بنت فلان ها هو داك جنرال اكس والكولونيل ايغراغ والوزير فلان والوالي اكس هم دارو هم كذا وصلوا حتى تحكم في فرنسا هذيك تحكم في فرنسا ابارامون حي لي كذا دونك هذا هو المستوى تاعو. دونك كيما قلت لكم نتيجه ضعف الاعلام وضعف المعارضه السياسيه باسكو المعارضه السياسيه المفروض هي اللي تبني البديل على السلطه ماشي الحوتالات هادو بين قوسين سمحوا لي. وان بلوس دو سا يعني كيما قلت لكم بالنسبه لي الناس اون فيكتيم تاع المجتمع يعني حسبوا شي يقولوا عليه يعني قال لك هو كاسوسيال يعني بكل صراحه مادام يطلب الناس في الباي بال من الخارج كاسوس كيما يقولوا الكور كاسوس كاسوسيال كاسوسيال. وان بلوس دو سا كانت عنده طفوله صعيبه وحاوزوه من القرايه وخالوطة عاش دار حسبوا شي يقولوا دار ميزون كلوز يعني في دارو ودار وعاش حراك في الخارج. دونك كيما يقولك سي تان ديشي دو لا سوسيتي لا غير زعما كاسوسيال
المشكل سي با كو هو كاسوسيال ربي يعاونو زعما كيف نعاونوه نعاونوه. المشكل سي كو كاسوسيال هذا ان كاسوسيال يعني يوريونتي ويجيدي ناس جامعيين. تلقاه واحد عنده دبلوم في اي تخصص، تلقاه قاري مع بلاش انا قاري ميدسين ولا قاري دروا ولا قاري اونجلي ولا قاري ما نعرف واش، ويجي يتبع لك الميل دي زاد. هذه هي الكارثه العظمى، الكارثه العظمى. سي با كو كاسوسيال بون كما قلت لكم، يعني كل واحد الظروف تاعو، بصح ماشي كاسوسيال يديريجي امه هذه كمان، مش ما نصوش الحضيض هذا. ماشي كاسوسيال يديريجي زعما حراك شعبي، زعما كيما قال لك حراك شعبي، حراك شعبي يعني قال لك هز الملايين وحيطيح نظام وينشا زعما دوله الحق كيما يقولوها، ما بلا بلا داك الشعارات هذيك، يديه لك امير دي زاد. هذه هي الانحرافه هنا، ودي تفوت نورمال. ما كانش واحد باسكو علاه امير دي زاد هو في الواجهه برك، كاين ناس موراه ومشي موراه بالمعنى تاع مؤامره، نو كاين ناس سبونسوريزاتو، المغاربيه رشاد واترافير رشاد مؤتمر الامه دوكا، باسكو جو عند معتز مطر اللي هو اسلامي تاع فرن مسلمان ولا كليك هذيك، دونك اللعب باين. يعني هو امير دي زاد هو يهضر مع الناس، يعني كما يقولوا لي جون فروستري، يعني بلوز او موان من الدنيا اللي زعما عاشوا الحقره ولا عاشوا الشوماج ولا عاشوا المشاكل، المشاكل تاع البلاد يعني اللي يعرفوها. دونك هو يهضر معاهم، هيا باش هو واش يقول لك. هو اذا انت راك زوالي، راك تحوس على السكنه ولا ما عندكش خدمه، بس لا فوت تاع الطفله هذيك بنت الجنرال اللي حطش عند جون بول غوتي، سي لا فوت تاعها. كي انت ما عندك خدمه لا فوت تاعها هي، زعما حسب ما هذا هو المنطق تاعو. دونك هذاك الشعبويه يعني، وما نبنيوش حاجه بالغوغائيه، هذه اللي نساوها. ما نبنيو، ما راحين نبنيو حتى حاجه فيابل بالناس كيما مير دي زاد وباللي ميثود دوما. فوالا دونك اون كرو هذا هو ليبيزود الاول. المره الجايه نهضر لكم على شخصيه واحده اخرى، ونعتذر يعني كي طولت باش نتاع، باسكو قلت لكم دونك كلكو شو صرا لي مشكل في البورطابل وكل شيء، ومشاكل متعلقه بالبورطابل، دونك مشكل تكنيك يعني. دونك هذه هي يعني، سي بور سا طولت. دونك المره الجايه نتعرض لكم شخصيه واحده اخرى يعني، نتعمقوا ثاني شكون هي، باسكو لا ميثود تاعي شكون هي الشخصيه، ونجرب نشوف الايجابيات والسلبيات وش يمثل في المجتمع، وندير حوصله جينيرال على الشخصيه يعني، واطراف الشخصيه بس الافكار، باسكو مش حنبقاو نناقشوا الشخصيات الاشخاص. بون هذه هي. دونك كملت الفيديو هذا، وقول لكم تعرفوا روحكم يا جماعه، صحيتوا.